بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بحضراتكم أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من الموسم الجديد لبرنامجكم لتسكنوا إليها. أول حلقة بعد عيد الفطر المبارك، وإحنا لازلنا مكملين في الحلقات الأسرية والمشكلات الزواجية وما يدور بين الزوج وزوجته، لكن حديثنا بعد عيد الفطر سيكون مختلفا وسيكون له منحا آخر. في البداية، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد عيدا مختلفا، وإن يكون كل زوج قضى عيد جميل وطيب وسعيد مع زوجته، وأن تكون الزوجة قد أسعدت زوجها وملأت بيتها سعادة وهناء وسكونا وسكينة ورحمة. قبل رمضان كنا بنتكلم عن المشكلات الزواجية، كيف واجه القرآن المشكلة وكيف نواجه نحن المشكلة. تكلمنا في عدد من الحلقات كيف تستطيع أن تواجه المشكلة التي بينك وبين زوجتك. الحلقات من اليوم وحتى الحلقات القادمة سنتناول فيها كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم المشكلات بينه وبين زوجاته. تاني، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم المشكلات بينه وبين زوجاته. قد يعجب أحدكم فيقول هو النبي عليه الصلاة والسلام كان في مشاكل في بيته؟ طبعا، هو النبي عليه الصلاة والسلام حدثت مشكلات بينه وبين زوجاته؟ طبعا، هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو النبي وهو الرسول وهو المعصوم وهو الذي يوحى إليه وهو المؤيد بجبريل وهو الذي نزل عليه القرآن الكريم، رسول الله حصل مشكلات بينه وبين زوجاته؟ نعم، لأنه بشر وزوجاته بشر، فطبيعي يحصل مشكلة في بيت فيه بشر، طبيعي جدا. هو طبيعي ان يحصل مشكلة؟ ايوه طبيعي يحصل مشكلة، لكن اللي مش طبيعي انك ما تعرفش تتعامل مع المشكلة. وانا هجيب لك اهو مشكلات من حياة سيد البريات صلى الله عليه وسلم علشان نتعلم، كلنا محتاجين نتعلم. اوعى تقول انا كزوج انا ما بغلطش، اوعى تقول انا كزوج لا انا اللي شايف الصح، اوعى تقول انا كزوج لا ده انا مية مية، اوعى تقول انا كزوج مفيش في حياتي غلط، اوعى تقول لزوجتك ان انت ما تعليش صوتك عليا، او انت مش عارف، لا انا اللي انا شايفه، او خلي بالك اتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تقول انا عاوزك انت تبقى قدوة، قبل ما تقول لزوجتك ما تعليش صوتك، قبل ما تقول لزوجتك انا ما بغلطش، قبل ما تقول لزوجتك انك انت الراجل، ايوه انت الراجل، قبل ما تقول لزوجتك انك رب الاسره، قبل ما تقول لزوجتك انا عاوزك تبقى انت القدوه قبل ما تقول. يبقى افعالك هي اللي بتقول، بتعبر عن رجولتك، بتعبر عن قوامتك، بتعبر عن نخوتك، بتعبر عن شهامتك، بتعبر عن انك رب الاسرة، انك رقم واحد في البيت، انت عرفت رقم واحد، بس انا عايز افعالك هي اللي تقول كده. عايز احوالك، عايز تصرفاتك، عايز الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها، عايز الاثبات مش كلام. تقعدش تقول انا انا انا، اتكلم عن نفسك وتعظم الانا والنرجسية تبقى عندك واخدة حقها قوي، وتيجي الزوجة تقول لك اصل زوجي نرجسي، اصل مش عارف ليه. لماذا تترك الامر لزوجتك ان تحكم عليك بانك شخص نرجسي او بانك زوج نرجسي؟ من هو النرجسي؟ شوفوا الحلقات بتاعتنا قبل كده، احنا اتكلمنا عن 6 انواع من الازواج
قلت للزوجة ما تتجوزيش ده، تتجوزيش الكذاب، ولا تتجوزي الشكاك، ولا تتجوزي ضعيف الشخصية، ولا تتجوزي بتاع أم، ولا تتجوزي النرجسي، ولا تتجوزي البخيل. تجوزيش دول، دولك مشكلة، دولك نفسهم مشكلة. لا تتزوجي هؤلاء. زي ما قلنا ان الراجل لا تتزوج الحنانة ولا الأنانة ولا الشداقة ولا الحداقة ولا البراقة ولا المنانة، برضو حذرنا البنت، خلي بالك لما تحس ان زوجك فيه الصفات دي ما تتجوزهوش. واوعى حد يقول ده هيتغير، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش، خليك بس عشان ايه نحط الامور في نصابها. انت عشان يبقى عندك امل انه يتغير، لا ما 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 موعدكيش بده بصراحه. خلاص. طيب، مشكله النهارده هنتكلم فيها، وتعالوا نخدها كده نعرضها ونشوف كيف نستفيد منها وكيف حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هناخد المشكلات اللي حصلت في بيوت النبي ونسقطها على واقعنا ونشوف النبي تعامل معها ازاي، علشان احنا كمان وارد انه ده يحصل في بيوتنا ومع ازواجنا، نعرف نتعامل مع هذا كيف. السيدة عائشة مرة وهي بتتكلم مع زوجها اللي هو مين؟ سيدنا النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يا ريت لما نسمع دايما اسم النبي نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هو القدوة والأستاذ والمعلم، هو المربي، هو الأسوة. مرة كان حصل حاجة، أنا هلخص لكم الحاجة المشكلة وبعد كده هقول لكم نص الحديث، وتعالوا بقى نفصصه ونفنده ونستفيد كده ونتعلم. ده كفاية إن احنا بنحكي حاجة عن سيدنا النبي وزوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وبعدين السيدة عائشة صوتها عيلي شوية، عيلي شوية كده، هي ما تقصدش أبدا. خلي بالك، وخلي بالك رجاء، علشان بس إيه، كتير من الأزواج بيتواصلوا معايا والأكتر من الزوجات بيتواصلوا معايا، لأن أنا عارف إن الرجال عندهم عند شوية، عندهم كبرياء شوية، مش عاوز يحل. ما بقولك أنا، لا أنا ما أتكلم شيخ ليه يعني، لا، وتقول له زوجته تعالى نكلم حد يحكم ما بيننا يعرفنا، ولا لا لا كلميه انت، انا ما بكلمش حد، انا صح، انا ما بغلطش، هو انا كده، اذا كان عاج حتى لو قال مش هسمع كلامه. مش الرجاله بتعمل كده؟ الرجاله اللي شايفه الشيخ احمد علوان متحامل عليها، لا مش متحامل عليك، بس دي شماعه انت بتحط عليها اعذارك وحجج. انا مش متحامل عليك، انا بس علشان انا كراجل ففأسك كراجل، وعارف عارف الحوارات بتاعه الرجاله عشان انا راجل. وبعدين المراه يا اخي ضعيفه، ايوه ضعيفه، مش كلامي ولا كلامك ولا كلام اي حد، ده كلام سيدي وسيدك وسيد الناس اللي هو مين؟ سيدنا النبي صلى عليه، قال اتقوا الله في الضعيفين المراه واليتيم. انت مامور انك تعامل زوجتك كويس وعاشرهن بالمعروف، انت مامور بده، فانت ما تجيش توريها الويل وتعكر مزاجها وتسممها بالكلام وتعاملها أسوأ معاملة وتحرمها من انها تروح لأهلها. انت وديت زوجتك لأهلها في العيد ولا لا؟ ده سؤال صريح، انت وديت زوجتك لأهلها في العيد ولا لا؟ لو حرمتها انت آثم. على فكرة ما تقولش اصل بيني وبين اخوها مشكلة، ملاش علاقة. اصل انا بيني وبين مامتها مشكله، ملوش علاقه. اصل ابوها مره جرحني او ضايقني او احرجني او مش عارف، ملوش علاقه، ملوش اي علاقه، ده كلام فاضي. يجب عليك ان تعين زوجتك ان تبر اباها وان تبر امها وان تبر اقاربها وان تصل ارحامها. احنا ليه بنخلط الامور في بعضها؟ ليه 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 عندنا اسلاك كده بتخش وتطلع ونطلع من حارات وازقه وشوارع؟ ليه؟ ايه علاقة ده بحياتنا؟ انت في مشكلة بينك وبين اخوها، بتدخلها هي ليك زوجة، ما تحرمها ليه من اهلها؟ بتحلف عليها ايمانات وطلقات قد كده ليه؟ وتقول لها تحرمي عليا لو عملتي لو كلمتي اخوكي؟ مشكلات غريبة وعجيبة، انا ما اعرفش الرجالة ليه بتعمل كده، مش عارف والله.
أنا بستغرب جدا، في مشكلة بينك وبين أخوها، ليه بتحلف عليها؟ دي مشكلة جات لي امبارح، ليه بتحلف عليها وتحرمها على نفسك علشان في مشكلة بينك وبين أخوها؟ ليه بتدخل دي في دي؟ أنت كراجل؟ آه راجل، خلاص روح يا بنت الناس لأهلك وتوديها زي الرجالة، هي تفرح إنك تبقى معاها وجنبها، بالعكس هتزيد في نظرها وهتزيد في نظر أهلها وهتحرج أخوها إنك ما دخلتش الأمور في بعضها عشان في حاجة بينك وبين أخوها. لا خلاص ما أنتش رايح. ليه؟ عايز أعرف، اقنعني كده بالله عليك، اقنعني. اللي بيشوف الحلقة دلوقتي من الرجالة وهو عنده حاجة زي كده يا ريت يبقى يعمل لي كومنت كده في تحت الحلقة سواء فيس أو يوتيوب ويقول لي ليه، يعني أنت عملت ده ليه؟ إيه وجهة نظرك؟ عشان تعلمها الأدب؟ عشان تثبت إنك راجل؟ علشان ما ينفعش؟ لا كلامك غلط خالص، وجهة نظرك غير صحيحة بالمرة. يا ريت ما نخلطش الأمور ببعضها أرجوكم. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رفعت صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قصد، كيف تعامل معها رسول الله وكيف كان رد فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ ودي فيها حلم النبي، فيها ضبط النفس، فيها اللي هو ما فيهاش ندية، ما فيهاش ايه؟ ندية. مش اللي هو طيب انت عملت، خلي بالك اصل بعض الازواج معلش يعني ايه، خليني برضو يعني اجيب من الاخر، يبقى في مشكلة وهو الغلطان، ركز معايا، مشكلة وهو كزوج هو الغلطان. فجت الزوجة يعني تونها عالي شوية، صوتها عالي شوية، انت رفعت صوتك، رفعت صوتك عليا، ويقلب الموضوع ويحور، ما انت مكر وخبيث قوي، انت واخد بالك هو الغلطان وهو اللي وقع عليه الخطأ وهو اللي المفروض يعتذر. اعتذر؟ ايوه تعتذر، عيب مش عيب ان الراجل يعتذر لزوجته خالص. والله والله لو اننا فهمنا حياة زوجية هنبقى حلوين قوي. بس افهم يعني حياة زوجية. لما تحس ان زوجتك مزاجها مش حلو اسألها مالك، ما تبقاش انت في وادي وهي في وادي، ما انتوا عايشين ليه؟ اتجوزتوا بعض ليه؟ اسمها حياة زوجية ليه؟ حياة ايه؟ زوجية يعني زوج وزوجة اتجوزوا بعض فاصبحوا اتنين، اتنين مش واحد لوحده، مش واحد يدور على التاني، واحد يروح يستخبى، واحد يخش اوضته يقفل عليه، مش كده، واحد يهرب من البيت ويقعد على الكافيه بيهرب. ليست هذه حياة، حياة زوجية ان انا اشاركها. ولا انت لما يبقى لك كيف وعاوزها على الفراش تبقى ايه؟ تبقى بقى شغل مش عايز اقول يعني، ما ينفعش كلام، في كلام ما ينفعش يتقال، بس انت ليه بتبقى كده؟ ليه بتبقى كيوت وتبقى رقيق ومش عارف تجيب لها ليه عاوزاه، عاوزه ايه، وتعملها بحنيه عشان انت عاوز حاجه، عايز توصل لحاجه. طب ما بتعملش ده على طول الخط ليه؟ افهم افهم، بس ما بتعملش ده طول الخط ليه؟ ليه انت اناني؟ ليه انت اناني؟ انا بتكلم في الطبيعي يا جماعه، بتكلم في الطبيعي. ويعمل مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة، عمل كبت عند الزوجة، عمل لها حالة نفسية مش عارف ايه، وتيجي بعد كده الزوجة مش طايقة ولا مستحملة، خلاص مش قادر اعيش، لا انا هستحمل عشان خاطر العيال، وتطلب الطلاق وترجع في كلامها. دي مشكلة جات لي برضو امبارح. وخلي بالكم لما نخلص مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام للمشكلات، أو نعرض المشكلات اللي حصلت، حوالي 10 مشكلات، ومشكلات يعني مهمة قوي، مهمة قوي، زي حتة رفع الصوت، زي حتة المصروف، هنتكلم في حلقة عن المصروف، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء، نساء النبي طلبنا منه زيادة المصروف، النساء أيوة ما هم بشر، هي امرأة، إزاي تعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل من حق المرأة إن زوجها يعمل لها مصروف شهري؟ هنقول ده ان شاء الله في حلقات قادمة. المهم عمل لها كبت، مشكلة جات لي امبارح، عمل لها كبت، فبتقول انا مش مستحملة، مش عاوز اعيش، هل عليا ذنب؟ قلت لها لا، طالما في اسباب خلاص. بتقول لي ابني بيخوفني، بيقول لي انت كده الملك هيتلعنك، قلت لها قولي له لا،
طالما انا مش بتدلع. هو انتوا بتقول لي بقولت لها ابنك شاف انه زوجك عمل فيكي وقهرك وعملك معامله وحشه وكان بيشتمك؟ قالت لي اه عارف. طلع خلاص يبقى في اسباب. واي زوجه تمتنع عن العلاقه، شوف انا بقولها، اي زوجه تمتنع عن العلاقه لاسباب، سواء كان مرض، سواء كانت اهانه، سواء كانت نفسيه، الملائكه لا تلعنها. احنا بس ايه بنفهم على مزاجنا، هو عشان ليه مزاج لحاجه فيقعد طول الليل يسممها. الملائكه هتلعنك، الملائكه دلوقتي بتلعنك، اي ما انت طول النهار مسممها ومسمعها وجارحها وقايل لها في حق اهلها وحق امها وحق اختها وحق ابوها وحق اهلها. طيب وتيجي اخر اليوم لو هي ما عملتش اللي على مزاجك تبقى هي ملعونه؟ لا طبعا، انا بقول لا، والشرع بيقول لا. نفهم حياه زوجيه. يا ريت. لما رفعت السيدة عائشة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حلمه؟ كيف تعامل مع هذا؟ تعالوا نشوف الحديث كده ونقرأ الحديث وناخد منه الدروس وكيف تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند أحمد، جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسامع عائشة وهي رافعة صوتها. سيدنا أبو بكر راح إيه؟ مرة يستأذن على سيدنا النبي، فلما راح وهو بيخبط لسه سمع ايه؟ صوت بنت عائشه زوجة النبي بترفع صوتها على سيد النبي. فأذن له، نبقى اللي تقول تدخل. فدخل له ابو بكر يعني، فقال يا ابنة ام رومان، وتناوله يعني ضايقها في الكلام يعني، اترفعين صوتك على رسول الله؟ ابو بكر حمى النبي، متضايق ان بنته رفعت صوتها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عائشة، ورضي الله عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. أبو بكر زعلان متضايق إن بنته ترفع صوتها على زوجها. أترفعين صوتك على رسول الله؟ قال فحال النبي بينه وبينها. يا سلام، ما فرحش فيها، ما شماتش فيها. خلي بالك، خلي بالك من التعبيرات دي، خلي بالك من رد الفعل ده. هو كزوج وقف ما بين ابو زوجته وبين زوجته علشان هو شايف ان كان ابوها يعني متحامل عليها. الذي حال بين السيدة عائشة وبين ابيها هو زوجها اللي هي من شوية رفع صوتها عليه. ما عادش هو كزوج بقى ايه بيتفرج وبيضحك من جواه ومبسوط بقى ان هم دايسين عليها ولا جايين عليها وواقفين معاها او واقفين معاه ضدها. النبي هو الذي حال بينه وبينها. فلما خرج ابو بكر يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منع ابو بكر ان هو يعني يضايق عائشه، فخرج ابو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها. بإيه؟ يترضاها. بس خلي بالك، وخلي بالك محدش يقول لي أصل سيدنا النبي. يا سلام، حلو أصل سيدنا النبي دي. والله العظيم إحنا بنقول الكلام ده على مزاجنا. يعني إيه؟ أوقات يقول لك مش دي سنة النبي؟ مش النبي عمل؟ طيب وش معنى دي مش النبي عمل وسنة سيدنا النبي؟ ها؟ ردوا علي. ليه في ازدواجيه؟ ليه احنا ما عندناش ميزان واحد ماشيين عليه؟ اهو جعل. وخلي بالك انا لما بقول حاجه عن سيدنا النبي بقوله باعتباره زوج مش باعتباره نبي صلى الله عليه وسلم. فخذ حياتي كزوج وتعلم منها واقتدي بها. جعل النبي يقول لها يترضاها الا ترين اني قد حلت بين الرجل وبينك؟ بيدعبها، بيهزر معاها. شفت بقى انا هو منعت ابوك عنك. الا ترين اني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال ثم جاء ابو بكر. ثم ايه؟ ابو بكر رجع تاني بعد شويه فاستاذن عليه فوجده يضاحكها. جه سيدنا ابو بكر تاني فلقى سيدنا النبي بايه؟ بيمزح مع عائشه. قال فاذن له فدخل. فقال ابو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. يعني وانتوا بتهزروا كده مع بعض
ممكن اخش معاكم واشارككم زي ما انا جيت من شويه وانتوا كان في خلاف ما بينكم واتدخلت ما بينكم؟ ممكن. يا سلام. هنعرف ازاي اهل الزوجه يتدخلوا في المشكله وامتى يتدخلوا في المشكله وازاي يتدخلوا في المشكله وكيف تعامل النبي كزوج في هذه الحادثه. خلاص ده بيقول لك كمان مش عائشه بس اللي رفعت صوتها، لا ده زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع عند مسلم عن انس، انا هقول لك الروايه الثانيه عن انس، قال كان للنبي 9 نسوة اللي هو مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هما مين بقى؟ عائشه، حفصه، زينب بنت جحش، ام سلمه، ام حبيبه، ميمونه، جويريه، صفيه. 9 مات عنهن رسول الله. خلاص كان للنبي 9 نسوة فكان اذا قسم بينهن لا ينتهي، قسم يعني كل واحده يوم العدل، يعني لا ينتهي الى المراه الاولى الا في 9، يعني خلال 9 ايام راح لواحده 2 3، اليوم التاسع عند واحد، وهكذا اليوم وهكذا كل 9 ايام عند واحد. فكنا يجتمعن كل ليله في بيت التي ياتيها. هنفترض مثلا ان الليله دي بتاعت عائشه، كلهن يجتمعن عند عائشه، بكره عند حفصه، كلهن يجتمعن عند حفصه، لكن الليله يقعدوا 10 دقائق ربع ساعه يتسابر معهن رسول الله، وبعد كده كل واحده تروح ايه؟ تروح بيتها ويكمل الليله مع الايه؟ مع اللي ليلتها. خلي بالك هو اصل ما بين بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين كل بيت وبيت، مش قريه وقريه، مش مدينه ومدينه، مش دوله ودوله، مش محافظه ومحافظه، ده 2 3 يعني دقيقتين ثلاثه كل واحد يبقى في الايه؟ في الحجره بتاعتها، مش بيت بقى 180 متر ولا 200 متر ولا 3 اوض وحمامين وريسبشن وصاله ومطبخ ومش عارف كل الكلام ده، لا دي حجره، حجره هي بيته من بيوت بيت لاحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان برضو تتعلم ان الموضوع مش بالدنيا. هم كانوا قاعدين في ايه؟ وكنا نساء النبي، كنا امهات المؤمنين. فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده اليها فقالت هذه زينب، فكف النبي يده، هو بيمد يده للسيدة زينب، فالسيدة عائشة دي زينب، فكف رسول الله يده فتقاولتا حتى استخبتا. استخبتا يعني ايه؟ قعدوا يتكلموا مع بعض كده صوتهم عل قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده رفع الصوت قدام النبي مش على النبي زي ما عملت عائشة، في فرق، في فرق. المهم وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك. في الحالة دي سيدنا أبو بكر ايه؟ كان معد، فسمع أصواتهما عائشة وزينب، فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة. سيما فبيقول له إيه؟ هو عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم جوه، فبيقول له اطلع للصلاة، واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلاته. شوف سيدة عائشة بقى، يا سلام، يا سلام على الحس، يا سلام على الذكاء، ويا سلام على إن الواحدة تبقى تفهمها وهي طايره، والستات واعيين قوي بصراحه، بصراحه. فقالت عائشه الان يقضي النبي صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل. دلوقتي هيخلصوا صلاه ويجي ابويا هيكلمني ويسمعني ويقول لي ويعتب عليا. فلما قضى النبي صلاته اتاها ابو بكر. هي عارفه، هي عارفه ان ده الصوت العالي ده قدام سيدنا النبي ما يرضيش ابوها. فقال لها قولا شديدا، ابو بكر جه لابنته عائشه قولا شديدا وقال اتصنعين هذا؟ تعالوا بقى نعيش بقى مع الايه؟ مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تعامل مع المشكله، لان خلي بالك وارد ان زوجتك تتعصب، واتمنى اتمنى، والتمني ده بيبقى حاجه صعبه بس ان شاء الله نعملها باذن الله، وان شاء الله نبقى نعمل حلقه يعني، وان كنا عملناها بكده بس نعملها بشكل اخر، اللي هو انت راعي زوجتك في فتره البيريود، فتره العذر الشهري. فتره العذر الشهري المراه بتتالم فيه. اذا كانت هي مثلا فتره العذر عندها 5 ايام، 6 ايام، 7 ايام، قبلها بيومين ثلاثه هي بتحس بالام. هي ممكن تقول لك انا حاسه ان العذر جاي لي،
انا حاسه ان البيريود جايه، هي بتحس بده، تحس ان مزاجها فجاه اتغير، بتتعصب، فتتعصب ممكن ترفع صوتها شويه في الكلام قدامك على العيال، ما توقفش على واحده، لان انت كمان لما تبقى متعصب ممكن تعلى صوتك. فهي طالما هي مش ده طبعها، خلي بالك مش ده طبعها، طبعا الصوت العالي طبيعه المراه، لا ما ينفعش، ما ينفعش تبقى المراه طول الوقت صوتها عالي على زوجها او قدام زوجها، ما ينفعش. احنا بنقول الحالات الاستثنائيه، الحالات اللي ممكن يسمح فيها. فانت راعي زوجتك اثناء العذر الشهر، راعي زوجتك فتره البريود ارجو. ودي فتره فعلا المراه معذوره فيها، عندها الام، حاجه مش بتاعتها، ده شويه برد ولا مش عارف، ده امر كتبه الله على بنات ادم، زي ما سيدنا النبي قال لعائشة، أمر كتبه الله على بنات آدم، وبيجي لها في الشهر 7 أيام 8 أيام، عد كده في السنة قد إيه، وزائد بقى لو هي حملت 9 شهور، فشوف أنت زوجتك بتتألم قد إيه. الشيخ عمد حد يقول لك شيخ عمد أنت حنين قوي مسكين، لا أنت على فكرة والله لا تتألم ولا تتحمل دقيقة واحدة من ألم الحيض. واحد يقول لك ما هم ستات واحنا رجال، ايوه ما هو انت ستات وانت راجل، يبقى انت لازم تلتمس العذر، يبقى انت لازم تقدر ده وتراعي ده عشان انت راجل، والرجوله تجبرك انك تبقى راجل في تعاملاتك وفي تصرفاتك وفي ردود افعالك. المهم في رفع الصوت، اول حاجه الخلافات الزوجيه نتعلم بقى من قصه رفع الصوت زوجات النبي او السيده عائشه على النبي عليه الصلاه والسلام. فالخلافات الزوجيه محتاجه ان انا ايه، لازم يبقى عقلي شغال مع عاطفتي، يبقى في شيء من الـ من الـ من الرحمه، ما تنتصرش لنفسك على طول الخط. لو انت حاسس انك غلطان وجيت عليها مش عيب تقول لها خلاص ما تزعليش، مش حرام ولا حاجة تنقص منك يا ابو الرجالة انك تجيب لها شوكليت وانت جاي، ولا تقول لك انا نفسي في شيبسي تجيب لها شيبسي، ولا مصاصة تجيب لها مصاصة، ما تقول لهاش انت هايفة، بعد اذنك ما تقول لهاش انت هايفة ولا انت تافهة، هي ده هي 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 بتقول لك يعني نفسها تجيب لها حاجة غالية وعالية وتمنها بس هي عايزة حاجة منك، بس عايزك تحس انك بتهتم بيها. المصاصة ب2 جنيه على فكرة، الشيبسي ب5 جنيه، ولا الكاراتيه ولا الشوكليت ب5 جنيه ولا ب10، بس هتفرق معاها قوي 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 قوي، هتدخل السرور عليها، تكبر بخاطرها. ربنا بيقول وقولوا للناس حسنى، فما بالك بزوجتك؟ اشمعنى انت لما بتروح الشغل وعندك بنت ولا عندك واحدة ولا عندك واحدة شغالة، يعني ما تجيش ضفر في زوجتك، بتتمحلس لها وتقول لها وتسمعها وتعكسها وترمي بالكلام وعاوز تفطرها وعاوز تعزمها، ووشك كده يعني ايه مديها البشاشة كلها، وانت من شوية خارج من بيتك مدي الوش الناشف لزوجتك. ليه؟ ليه؟ أيهما أولى، زوجتك وبيتك أم الحرام؟ طبعا الحلال أولى قولا واحدا. شوف انا فاسك ازاي، ايوه والله العظيم بخارج من البيت، والله العظيم مشكلات صعبه جدا، البنت بتقول انا بلبسه الحذاء، بلبسه الشوز بتاعه، واقف على الباب وخد بالك من نفسك ومش عارف ايه، وابقى نايمه واصحى عشان افطره وما اسيبوش ويمشيش غير وانا، ومعاملته وحشه يا شيخ، وليش كلام حلو بيضايقني وبيقفل على الواحده، ولو رجع مثلا وانا تعبانه شويه وما متاخرت في الاكل او ما روقتش مش عارف ايه، يسمعني ويقول لي ويجرحني. ليه؟ عشان ايه؟ فيش مره كده نبقى نحاول ان احنا نلتمس الاعذار لبعض؟ طب انت لو رجعت وانت تقدر انك تروق، ما تروق، تروق اه تروق، مش عيب والله. كان رسول الله في خدمة أهله، وفي خدمة أهله مش إن هي زوجته لما بتحتاجه بتلاقيه، أو إن هي لما تبقى تعبانة وفترة العذر، لا على طول الخط لما يقدر يعمل يعمل من غير ما حد يطلب منه. يبقى أول حاجة نتعلمها من الحديث ده إنه الخلافات محتاجة عقل ومحتاجة إيه؟ ومحتاجة عاطفة، وإنك ما تديش المشكلة أكبر من حجمها. على فكرة ممكن تبقى مشكلة بسيطة جدا، وانت كراجل انت اللي كبرتها وضخمتها وعملت من الحبه قبه، وزوجتك تقول لك طب والله الموضوع بسيط، وفي الاخر تقول لك انت عارف انت لو كنت بس طيبت خاطري وقلت لي كلمه حلوه خلاص. لكن انت ما هو انت بقول لك الطبيعي تحصل المشكله، لكن اللي مش طبيعي انك ما تعرفش تتعامل مع المشكله.
برضو ارجع واقول عايزين نفهم حياه زوجيه. واحد، اتنين، عايزك تبقى حليم ومتواضع. متواضع، النبي ما قالش لعائشه هو انت ازاي ترفعي صوتك عليا ده انا النبي، لا خالص، كان حليما، كان متواضعا رقيقا صلى الله عليه وسلم. خلاص. وبعدين تواضعه حلمه أنه بيقول لك وجعل يترضى. لما خرج أبو بكر هو بيترضى عائشة على الرغم أن هي عملت موقف، بس هي دي الرجولة على فكرة. والله هي دي الرجولة. تعرف أن المشكلة ممكن تبقى فوق وواقفة على حاجة، يعني طلاق ومش عارف إيه، لو أنت بس قلت كلمة حلوة انتهت المشكلة، خلاص انت اللي يرضيكي، طيب ما تزعليش، بس خلصت المشكلة. شوف الدنيا بسيطة ازاي، بس انت الكبرياء والعنترية والعظمة بتاخدك قوي، فخلاص البس في الحيط، انت مش عارف تتعامل. يبقى رقم اتنين قلنا الحلم والتواضع اثناء ايه حل المشكلة، انت علمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اغتنام الفرصة، يعني ايه اغتنام الفرصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم فرصة وجود أبو بكر فجعل يرضي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنه حصل ماكي فبيقول لها، يعني ربط ده. شوف بقى، أنا الذي حلت بينك وبينك وبين الرجل، أنا الذي حلت بينك وبين الرجل، فيعني ده اغتنام للفرصة أنه حاول أنه يرضيها صلى الله عليه وسلم. لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها رفعت صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، خلي بالك المشكلة بينها وبين زوجها. ولما أبوها دخل وأسمعها وعاتبها ولامها، احتمت بمين؟ احتمت بظهر زوجها، يعني في الأصل رجعت لمين؟ رجعت لزوجها، عشان لما يحصل حاجة وأهلك يقول لكم لا أنا هرجع له، أنا عاوزاه، أنا بقي عليه، أنا فاكرة له حاجات حلوة. والأهل لما يتدخلوا يعرفوا إزاي يتدخلوا، ما يخربوش على بنتهم، رجاء الأهل ما يخربوش. لا يا بنتي، يعني وتبقى الأم حريص، أم البنت وأبو البنت يبقى حريص، إن هو لا ده كويس، لا أنت غلطانة في كذا، ما يقفوش معاها على طول الخط ضد زوجها، مش حلو، مش حلو، أرجو. إيه تاني من الحلول اللي احنا يعني او الحاجات اللي احنا نتعلمها من الموقف ده؟ انه ما يقللش من شأن الزوج ولا من قدر الزوج لو هو اللي بادر بانه يصالح زوجته، ما يقللش منك على فكرة خالص، بالعكس ده يخلي زوجتك تحترمك قوي على فكرة وتزيده في نظري. والله اوعى تفكر انك لما تقول لها حقك علي او انا اسف او ما تزعليش او طب ارضيك ازاي ان ده يقلل منك، ابدا بالعكس ده يزود من رجولتك. ياريت طبعا النساء يحرصن على الا يرفعن اصواتهن امام ازواجهن، واذا حدث ذلك فعلى الزوج ان يراعي ذلك وان يقدره. خلاص، ويحسن الظن، هي ما تقصدش طالما ده مش طبعها ولا دي عادتها، لكن لو ده طبعها وده عادتها لازم المرأة تتغلب على هذا وتعالج هذا في أقرب وقت، لأنه يعني ما يصحش أن دايما صوتك عالي، أبدا أبدا، لازم تحترمي زوجك، ومن احترامك لزوجك أنك ما ترفعيش صوتك على زوجك. وإذا تدخل برضو من الحلول أو من الحاجات اللي نتعلمها، إذا تدخل الأهل يعرفوا إزاي تدخلوا، ينصحوها، يقولها لا ما ينفعش، لا زوجك أبقالك، حافظي على زوجك، حافظي على حياتك، ما تخربيش على نفسك، كل الحاجات ديت إيه مهمة. وبرضو مهما كان الأهل اللي بيحبوا بنتهم ده ما يمنعهمش إن هم لما تغلط يقول لها أنت غلطانة، زوجك عنده حق، مهما يكون كما فعل سيدنا أبو بكر، حب البنته ما منعوش أنه يقول لها كيف ترفعين صوتك على رسول الله أو كيف تصنعين هذا، هكذا هو الحق وهذا هو الصواب. أرجو أن احنا نكون خدنا واستفدنا من هذه المشكلة التي حدثت في بيت من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة اللي جاية مشكلة مهمة قوي نتكلم فيها الحلقة قادمة إن شاء الله، وهي مشكلة المصروف. نساء النبي طلبوا منه اعمل لنا مصروف أو زود لنا المصروف بتاعنا شوية، كيف كان رد رسول الله وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه المشكلة التي هي تملأ
بيوتنا، أنا عايزة مصروف، أنا طيب أنا اللي بيدهولي مش بيكفيني، أخذ من وراه ما أخدش من وراه، أعمل إيه؟ كل الكلام ده غيره هنتكلم عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله. في الختام عايز أقول لكم كلكم إني في الله أحبكم، أشوفكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.